هناك ما ورد التزوج من الجن بين الانس والجن ما ورد التزوج ما نعلم هذا شيء وهذا في خلاف اهل العلم التزوج من الجن لان لا يعلم لا يوجد اسحاق الاسلام ولا دينه يتم الامر فلا ينبغي التزوج منه بكليه لو تمكنوا لا ينبغي لان لا نستطيع ان نعرف حقيقه وهل دعوه الاسلام صحيحه او غير صحيحه فهو على خطر.